احنا بس في الاول عايزين نطمنكم انه للاسف النهارده نتيجه المسحه مسحه كورونا غيبت عن الاهلي بالظبط 4 لعيبه جداد، وعندنا 3 لعيبه قدام، يعني في 7 لعيبه بره مباراه الاهلي ووادي دجله بكره. العينه اثبتت ايجابيه مسحه محمود كهربا، مروان محسن، اكرم توفيق، ومحمد هاني. الاربعه عينه ايجابيه. لسه السوليه عينته بتجرى له عينه للتاكد، وقفشه نفس الحكايه، وطبعا رامي ربيعه نفس الموقف. يعني في 3 لسه ما بين الانتظار ومش جاهزين، ثم الاربعه اللي تاكدت عينتهم الايجابيه النهارده، عشان يكون في 7 لعيبه بسبب اللي ما يتسمى فيروس كورونا، ربنا يحفظكم جميعا، بره مباراه الاهلي ووادي دجله بكره، اللي مستر بيتسو موسيماني اختار لها باشمهندس قايمه فيها كتير بقى من العناصر الجديده. الشباب اختار طبعا في حراسه المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، خد محمود وحيد واحمد رمضان بيكهام وياسر ابراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وايمن اشرف وبدر بنون وحسين الشحات واليو ديانج وصلاح محسن وسعد سمير وعلي معلول واحمد ياسر ريان واحمد نبيل كوكا ومحمد شكري وعربي بدر وعبد الرحمن مانو وزياد طارق. الخمسة الأخرانيين دول شباب. طبعا 1 2 3 4 5 على اعتبار ان احنا دلوقتي بنعتبر ريان وصلاح محسن من اصحاب الخبره. فدول بقى العناصر الجداد اللي بيدعم بيهم القايمه لمواجهه هذا الظرف الطارئ الغريب، لانه كمان انت عندك طاهر محمد طاهر خرج مصاب من المباراه الاخيره، كان عنده كدمه في الضلوع فبيغيب عن مباراه وادي دجله، وجيرالدو كمان عنده الشد في السمانه، وكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول انه هيبدا يعود للتدريبات خلال 10 ايام، واديكم شايفين كلها غيابات، احنا بنتكلم في 10 11 لاعب مؤكد غيابهم عن هذه المباراه. تشكيل بالكامل يعني. بالظبط. بيكونوا فرقه. ولذلك يعني الناس اللي بتندهش، لا، القايمه لما تبقى 30 حتى ولا 35 في الظروف اللي احنا فيها دي يا دوبك اي فرقه تقدر تعدي الموسم بيها.